أكد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العصومي أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان بات محورا أساسيا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني في مفهومه الشامل. وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، أكد العصومي على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان. لا شك في أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان بات محورا أساسيا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني في مفهومه الشامل، الذي لم يعد يقتصر فقط على مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، وإنما يهدف أيضا إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وهي مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية، وذلك من خلال استراتيجيات عملها التي يجب أن تظل مستجيبة لمعايير حقوق الإنسان ومنسجمة مع القواعد والمواثيق الدولية ذات الصلة. ولعل هذا ما يجسده وجود إدارات متكاملة معنية بحقوق الإنسان داخل وزارات الداخلية في الدول العربية.